وخلونا كمان نتكلم دلوقتي عن يمكن فنان تاني عظيم، وهو النهارده ذكرى ميلاد الفنان الكبير توفيق الدقن اللي اتولد في 3 مايو 1923 في بركة السبع بالمنوفية، وكان لاعب كرة قدم الأول في بداية حياته. يمكن ده حاجة مش كتير مننا كنا نعرفها. بعدها اتجه لمجال الفن وأصبح واحد من أشهر النجوم اللي قاموا بأدوار الشر، بس كان بيقدم أدواره بطريقة كوميدية أو الشرير الظريف، ولسه أعماله وإفيهاته بتتقال لحد دلوقتي. مين فينا ينسى الإفيه الشهير بتاعه أنا راجل لعين يا أخي، أو صلى على النبي أحسن، أو أعصابك يا إكسلانس، وغير وغيره من الإفيهات الفظيعة اللي احنا لغاية النهاردة لسه بنستخدمها. أو أنا جدع وأجدع ما في الحارة دي كلها. أنا عارف عبدو دانسي يا ولف غيرنا يا عين وفات القلب كله جراح. العلبة دي فيها فيل. فيل؟ فيل ازاي؟ اقولك فيل فيه ما يخرب بيوتكم، وانا كل ما اجي اقعد اسمع عمري اللي فات ما هيرجع تاني.